حسن في الاهلي كان احسن ولا في الزمالك؟ ثاني انا؟ ما انا هساله هو. لو انت على فكره جاوبت اجابه كويسه. انا كنت بحب الكابتن حسن مصطفى. ربنا يخليك. اهلي زمالك منتخب مصر يا عم ما ترقصنيش خالص. يعني رضا لما كان في الزمالك كان جامد قوي. صح. لما جه الاهلي مش زي مستوى الزمالك. طب بس انا بقى لو عايزني بقى اتكلم اقول طبعا حسن مصطفى مع الاهلي كان هو ده التوهج ودي الروعه وكل حاجه في العظمه. صح. بس كان جيل. صح. كله في الاهلي كلهم رائع جدا جامدين. فحسن مصطفى هو رائع وسط رائعين. تمام. في الزمالك كان مميز جدا في جيل في الزمالك وقتها ما كانش اعظم حاجه. فكان باين قوي. فكان باين كتير. كتير هيسيب له كده ان هو كان اعلى بقى في الزمالك. لا ما انا بقول لك الاثنين هايل قوي. بس انت في الزمالك هتلاقيه هو منور لوحده. في الاهلي كان منور مع ناس كتير منور. انا قلت رايي صح؟ صح. كنت بالظبط هو اللي عايز. انا جيت في ماتشات عليا كابتن في نادي الزمالك كنت ببقى تعبان اقعد يوم مش قادر من كتر الجري. انا كنت بشوفك. لكن في الاهلي الامور كانت برضه. لا كان محمد شوقي بيغطي شويه. بركات يعني اوقات الاقي ابو تريكه بيزحلق. بركات عماد متعب. لا كان كل التيم بيخفوا عليك الجري. لكن في الزمالك انت كنت بتلعب. انا بقول لحضرتك في ماتشين والله العظيم كنا بنلعب النادي الاهلي جه عليا بروح مش قادر ميت من كتر الجري. من كتر الجري. طب انت بالنسبه لك كانت انهي فتره يعني كنت انت مبسوط فيها ككوره؟ يعني تحب الاهلي والزمالك وتحترم الاثنين؟ يعني الاثنين كنت مبسوط قوي. فتره النادي الاهلي كنت مبسوط جدا عشان بطولات كتير وبطولات وكده. الزمالك ما فيهاش فلوس وكل حاجه يعني مش كويسه بس كنت مبسوط. كنت فرقه حلوه. لا كانت الصحبه كمان حلوه. شيكابالا على عبد الشافي على هاني سعيد كانت. لا يعني اجواء كانت جميله. ليك اي لعيب بيعدي على نادي الزمالك بيحب شيكابالا قوي؟ يعني ما فيش لاعب انا بستضيفه لاعب لا في نادي الزمالك الا دايما يتحدث عن شيكابالا بشكل رائع. لا بني ادم بص طيب على يعني عارف البني ادم كده اللي هو ايه بيتكلم على زجيته. ايوه بالظبط. انا عايز اقولها بس مش عارف اقولها. بيور كده بالظبط كده. من اسوان. بص بيغلط على فكره. بيغلط عنده اخطاء كتيره. بس يعني عارف عشان هو بني ادم طيب فبيغلط. لو هو بني ادم خبيث لا ما يغلطش. ما يغلطش. عشان كده ربنا كرمه وسترها معاه. شيكابالا كان ممكن يبطل من 4 سنين. بالظبط. بس هو مع والدته واهله واخواته حاجه جامده. فربنا بيكرمه عشان كده. هو انسان طيب. صحيح. يتحب. طبعا.